السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: التغيير الديموغرافي في العراق، من المستفيد؟ مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. حياكم الله. تتعرض مناطق مختلفة من العراق وبخاصة مناطق حزام بغداد والمحافظات المنكوبة إلى حملات تغيير ديموغرافي ممنهجة من قبل القوات الحكومية والميليشيات، هدفها تغيير التركيبة السكانية والاستيلاء على أراضي وممتلكات العراقيين هناك. وآخر تلك المحاولات هي محاولة حكومة الكاظم الاستيلاء على أكثر من 15 ألف دونم زراعي بمناطق شرق اللطيفية جنوبية العاصمة بغداد، حيث قامت قوة عسكرية بإنذار فلاحين يقطنون على أرض مساحتها 15 ألف دونم زراعي لإخلاء مناطقهم التي تسكنها منذ أكثر من 200 عام عشائر الغرير والجنابيين والسعيدات، لكنها باتت الآن ملكا لمديرية الإسكان العسكري التابعة لوزارة الدفاع. عملية التهجير القسري هذه تشمل نحو 2000 عائلة من سكنة تلك المناطق، وتجري هذه العملية تحت غطاء قانوني بدافع مصادرة الأراضي الزراعية لبناء مجمعات سكنية تابعة لمنتسبي وزارة الدفاع. مرصد أفاد الحقوقي أكد أن مصادرة السلطات الحكومية لآلاف الدونمات الزراعية في مناطق شرق اللطيفية جنوبية بغداد تأتي في إطار عمليات تضييق غير قانونية تمارسها أطراف سياسية وحكومية مختلفة في مناطق حزام بغداد منذ أشهر طويلة، وتدخل ضمن مشاريع التغيير الديموغرافي في تلك المناطق. أضاف المرصد أن هذه الخطوة الخطيرة تنطوي ضمن عملية تهجير قسرية جديدة، وتمثل واحدة من الانتهاكات القانونية والإنسانية التي تمارس تحت غطاء الدولة وباسم القانون. مشاهدينا الكرام، لدينا مجموعة من الأسئلة لنطرحها وبإمكان حضراتكم المشاركة للإجابة عليها. نبدأ مع أول سؤال: من المستفيد الحقيقي من هذه المحاولات التي تنفذها الحكومة بقواتها والأحزاب بميليشياتها بعملية تغيير ديموغرافي تشمل مناطق في العراق؟ والسؤال الآخر: لماذا مناطق بعينها، يعني لماذا مناطق حزام بغداد ومحافظات عراقية منكوبة جراء العمليات العسكرية؟ وأيضا إذا تساءلنا عن القانون، إذا قلنا أين القانون في العراق، فهل تحترم هذه الحكومة وأحزابها وميليشياتها القانون أصلا في العراق؟ ثم أيضا ما مصير هذه العوائل التي تهدد كل يوم، والآن هناك 2000 عائلة من اللطيفية مصيرها مجهول بعد أن تم الاستيلاء طبعا على أراضيهم. بإمكان حضراتكم أن تشاركوا إذن المشاهدين الكرام معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم. من معنا؟ طيب، مجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق قال إن الغرض من اغتصاب الأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة لأهالي اللطيفية من قبل الميليشيات هو من أجل إشعال الفتنة الطائفية والضغط على السكان لمغادرة مدينتهم ليتسنى للقوى الخارجية العمل على إحداث تغيير ديموغرافي ممنهج وإقامة معسكرات ثابتة للميليشيات الموالية لإيران وإنشاء قواعد سرية للحرس الثوري الإيراني تحت غطاء مشاريع سكنية وهمية.
حمل مجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق الحكومات المتعاقبة والميليشيات مسؤولية تغيير التركيبة السكانية في مدن حزام بغداد عبر تهجير سكانها، وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالخروج عن صمته لوضع حد لتلك الجرائم المستمرة ضد العراقيين. مشاهدينا الكرام، حملة تغيير ديموغرافي منذ 2003. معنا اتصال السيد أبو سعد من عامرية الفلوجة، تفضل. عندنا جتنا جماعة مسلحة تسمى حزب الله، نعم، وطردتنا من أراضينا، يعني انتهى البس. نعم نعم أبو سعد، فقدنا الاتصال مع السيد أبو سعد من عامرية الفلوجة. طيب مشاهدينا، عندنا اتصال علياء من بابل، تفضل يا علياء. طيب، هناك مواقع تابعة لإيران، أغلقوا يا شباب، هناك مواقع تابعة لإيران، مواقع إخبارية صحفية الآن تتفاعل خاصة مع الأحداث الأخيرة التي يعيشها العراق. تتحدث واحدة منها وطبعا تابعتها، تهاجم البحرين، مملكة البحرين، وتقول بأن البحرين فيها مناطق معينة هناك الكثير من السجناء السياسيين فيها، والسجناء هؤلاء من طائفة معينة، والبحرين تهاجم طائفة معينة بهدف التجنيد السياسي والتغيير الديموغرافي. هذه المواقع تحاول أن تشوش عن حقيقة موجودة في العراق عبر إبعاد القارئ عن أمور حقيقية موجودة في العراق للذهاب إلى أمور وهمية تعيشها إيران ومن مع إيران فقط. المواطن العراقي اليوم ينظر إلى دول الخليج وينظر إلى المناطق التي تشهدها دول خليجية، محافظات الموجودة في دول الخليج تنعم، تزدهر، ثرية، فيها أمان، فيها نظام، فيها بناء، ينظر إلى الدول المحيطة بنا، في حين أن سلطة المنطقة الخضراء تتناسى ما يحدث للعراقيين من معاناة، وتحاول جر المجتمع أو جر الرأي العام على الأقل المحلي والخارجي إلى قضايا أخرى لإخفاء حقيقة موجودة، حقيقة تهاجمها إيران، يعني تتحدث إيران عن حقيقة هي تمارسها اليوم في العراق. موضوع التغيير الديموغرافي، أدوات إيران وميليشيات إيران تقوم بعملية تغيير ديموغرافي واسعة بتنفيذ من حكومات المنطقة الخضراء، ولا تذكر هذا الموضوع ضمن أخبارها، ضمن تقاريرها، ضمن تقاريرها لتذهب بالعراقيين إلى دول مزدهرة، دول مستقرة، دول آمنة، دول ثرية ينعم شعبها بخيرات بلده، ويعاني المواطن العراقي ويتحسر على ما لديه من ثروات، بل يهجر من أملاكه الخاصة حتى. أبو سعد من عمرية الفلوجة، تفضل. نعم تفضل، حياك الله. حول الغزو من قبل حزب الله العراقي، نعم، باستيلاء على أراضينا البالغ مساحتها أكثر من 300,000 دونم، والعائدة إلى فلاحون من 15 عشيرة البظاهر، نعم، وعشيرة البجاسم وعشيرة المناصير وعشيرة البقراطي وعشيرة الهرامة. هاي وين يا أبو سعد؟ وين بيا منطقة؟ هاي قضاء العامرية يم المنشآت التصنيع العسكري، يعني عامرية الفلوجة. نعم. كما تم الاستيلاء على الدور السكنية ومنظومات الري والمضخات الزراعية وهدم بعض الدور، وتم وأقامت ساتر ترابي ورابطوا على هاي المنطقة اللي أخذتها الميليشيات، علما أن المنطقة لا تبعد عن مركز القضاء 5 كيلومتر. نرجع بس للمساحة، شقد مساحة الأرض يا أبو سعد؟ مساحة الأرض أكثر من 300,000 دونم، منطقة الآبار الصحراوية يم المنشآت التصنيع. طيب هذا الموضوع مسيطر عليه ميليشيا حزب الله العراق، صار لهم مش قد؟ صار لهم 4 سنوات، وإحنا عقود بها وأعضاء جمعيات والفلاحين متأذين، واللي ساحب منظومات ومتعاقد ويا الدولة ومطلوب أقساط. المهم
أن المركز تبعد 5 كيلوات عن مركز القضاء، سكان هذه الأرض يتجاوز هاي الأرض الفلاحية يتجاوز 6000 عائلة فلاحية. 6000 عائلة، نعم. نعم، ومنطقة الآبار المحالية للمنشآت التصنيع العسكري. شنو الرد الحكومي من تلجؤون للسلطة للحكومة حتى تطرحون موضوعكم؟ شنو الرد الحكومي على قضيتكم؟ جاوبنا أستاذ العزيز واشتكينا وطلع على عدة قنوات، قناة بدون ذكر هسه المهم، شو يقولوا لكم الحكومة؟ شو يقولوا لكم؟ قناة الأنبار الفضائية ماكو أي نتيجة، أي نتيجة ماكو، تدمرنا دمار كامل. فأني ما شايف شعب يحتل شعب، بلد يحتل نفسه، مثل المثل يقول حية عن بطنها، وين أكو هيش قانون؟ وين أكو هيش حكومة؟ وين أكو؟ لا حكومة حشي، لا مسؤولين غير متذابحين على الكراسي وعلى الفلوس وواق ونهب وسلب. طيب والله خلينا من المسؤولين العمل. خلينا من المسؤولين عامة في العراق، وقل لي على مسؤولي محافظة الأنبار، ذولا شنو دورهم؟ مسؤولين محافظة الأنبار والله الكل يدري بها، الكل يعلم بهالشيء هذا. نعم. طيب قائد عمليات الأنبار وقائد شرطة الأنبار والجيش، ذولا اللي واحدهم نافخ نفسه مثل الطاووس، وينهم قدام الميليشيات؟ والله ما يقدر واحد منهم يتنفس ويا جندي من هاي الميليشيات، من ناصر الغنام لهذا شو اسمه، نعم، هذا الزيج الغارة، نعم، ما يقدر يتنفس نفس وياهم. نعم، أنا أشكرك يا أبو سعد من عمرية الفلوجة، نتمنى صوتك ورسالتك تكون وصلت لمن يهمه الأمر. ناصر الغنام يطلع يقول العوائل اللي تهجرت ترجع، هو ضابط، هو قائد عسكري، ترجع لازم تروح تراضي أهل الناس اللي انكتلوا، اللي داعش كتلهم، ويتهم الناس بالباطل إن هم دواعش، ويمنع الناس من العودة إلى مناطقها إلا بجلب موافقة من ذوي القتيل اللي قتله داعش، مو حكومة، يعني مو دولة، تروح أنت العائلة اللي انقتل تجيب موافقة منهم، يلا أنا أرجعك. عموما علياء تفضلي. محمد من كربلاء، تفضل يا محمد. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يحفظكم ويحفظ قناتكم، قناة الحق والحقيقة. الله يبارك فيك. قناة الرافدين البطلة. حياك الله. أخوي استاذ محمد، والله العظيم مثل ما تكلم أخوي استاذ أبو سعد. نعم. على الظلم الجاي يصير بالأنبار وحزام بغداد. نعم. صحيح. هذا حكي ابو مثل ما اتكلم ابو سعد صحيح. نعم. بالنسبه لميليشيات حزب الله مو بس استولت على البساتين ومو بس على الاراضي ومو بس على البيوت، حتى على السيارات المدنيه. نعم. الخطف. نعم. القتل، التسليب، البوق، يعني صحيح حكي والله العظيم. نعم. صحيح. يعني اتوقع انت استاذ محمد استاذ محمد فضل. مدني يمشي الطريقه يوقفه زين يحط الكيس براسه ويشيله، وين الدولة؟ نعم. وين الحكومة؟ الله أكبر على كل ظالم، الله ينتقم. نعم. منهم الله بحق محمد وآل محمد ينتقم من هاي الحكومة، الحكومة الفاشلة. سيد محمد، ليش هاي المحاولات اليوم دا نشوفها من الحكومة ومن الأحزاب ومن الميليشيات، محاولة إثارة فتنة طائفية؟ التغيير التركيبة السكانية لمناطق، تغيير التركيبة السكانية لمناطق ذات غالبية معروفة، يعني بدل من نقعد نقول لا، ذات غالبية سكانية معروفة من طائفة معينة، تهاجمها هذه الميليشيات وتستهدفها، ليش إذا يحاولون دائما يغيرون التركيبة ويثيرون فتنة طائفية؟ أستاذ محمد، بالنسبة للدولة هسه الموجودة حاليا، الحكومات المتعاقبة وهاي الدولة الموجودة، أتوقع أنت يعني حزب رب الله هم تابعين الأحد حزب. نعم. الله، هذا عندهم فوج منشق من حزب الله اسمه رب الله. نعم. هاي الصول والجول ببغداد ما حد يقدر يتكلم ويحكي. نعم. ليش الأمر مو من العراق أخوي أستاذ محمد؟ والله. نعم. الأمر مو عراقي، والتنفيذ مو عراقي، التنفيذ إيراني. نعم. شو يقول إيران؟ تنفذ بالعراق زين؟ نعم. صراحة وحدة. اثنين، القتل، الخطف، التسليم، اليوم صايرة قتل ببغداد، اليوم كاتبين 4 مدى 5 والعالم على قناة دجلة شبتها يعني. نعم. هاي اثنين. ثلاثة، هسه تعرف انت ايران كم مليون دولار دفعت في سبيل الطائفية والعنصرية بالعراق؟ انتهيت. نعم. وانتهيت
بس نقول احنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. ومثل ما تكلموا بسعد نعم. والله العظيم صحيح. زين يعني استاذ محمد يعني اتوقع حسه اني قبل اربع ايام لا حبيبي نعم. رحت على موت هيئه الحج والعمره نعم رحت لهيئه الحج والعمره السلام عليكم السلام لقيت الموظفين اني اريد اروح للحج والعمره تدري ايش طلب من عندي؟ اي احد الفصائل الموجودين احد الفصائل الموجودين هم لازمه كم الاشياء اي بالدائره بالدائره مال الحج والعمره ايش طلب منك؟ طلب من عندي؟ طلب من عنده 40 ورقة قال لي أسوي لك قرعة وأمشي وأخلي معاملتك تمشي وتصير بالحج وتروح للسعودية يعني يرتشي يرتشي حتى ورقة. حتى بالزيارات الدينية أخذ فلوس ويرتشي نعم نعم هيئة الحج والعمرة بكربلاء طلب من عنده 40 ورقة قال لي أسوي لك قرعة وأخليك تروح للحج طيب سيد 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 محمد أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة و لإعطائنا هذه المعلومات أيضا بخصوص الفساد في دائرة الحج والعمرة في محافظة كربلاء. طبعا ليس التعميم ولكن هناك حالة شهدها مواطن عراقي وأعطانا المعلومة شكرا جزيلا. هشام من قضاء الدور تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أخو العزيز. حياك الله أهلا وسهلا تفضل يا هشام. الله يسلمك عندي أخوي موافق أهلا وين؟ من علام الدور 150 واحد نعم نصي والله من نصي نصي صوت التلفزيون يا هشام اسمعني من التليفون لو سمحت تفضل يا هشام هشام نصي صوت التلفزيون لو سمحت الو تفضل يا هشام ألو. تفضل يا هشام بس لو تنص التلفزيون حتى اسمعك واضح تفضل نصيته واضح تفضل تفضل عندي 150 واحد معتقلين من سنة واقعة من جلاب الدوار نعم انت عندك اخوك وياهم اي من ضمن من 10 دول سلوا وين معتقلين ما ندري بهم وين صار لهم من يا سنة معتقلين 2014 نعم طيب تعرفون الجهة اللي أخذتهم؟ حزب الله. حزب الله. نعم. شنو التهمة؟ شنو السبب؟ يقولون كل شيء كل شيء قالوا لنا استفسار ورجعكم. استفسار ورجعكم. إلى ميتين يقولون ميتين طيبين نعم. يقولون طيبين. طيب أنتوا تعرفون الجهة اللي أخذتهم وتعرفون الوقت اللي أخذتهم به. توجهتوا للحكومة حتى تبلغوهم باللي صار؟ بلغنا وردنا وين ما روح على السجون يقولون مو يمنا مو يمنا مو يمنا شو يقولوا لكم المسؤولين؟ التقيتوا بمسؤولين؟ اي يقولون مو يمنا انا مو يمنا بعض السجناء انا بس سجناء ودوام قالوا مو يمنا ذولا لا عد عدمن تدريني نعم هاي الدولة ما تدري هذا من يدري يا استاذ محمد لا طيب ميتين يقولون يا ميتين صحيح حتى نسوي لهم فواتح نعم طيبين هذا ننتظر يرجعوننا انا اشكرك يا هشام صوتك وصل ورسالتك وصلت ونتمنى يكونون طيبين الحكومه ما تعرف الحكومه ما تعرف الناس اللي دا تختطف وتعتقل من قبل الميليشيات شنو مصيرها بل الحكومه اصلا ما تدري من الميليشيات تنزل تستعرض بالشارع شو راح تعرف منه تم اعتقاله وين موجود حزب الله انذكر أكثر من مرة بحوادث مختلفة ميليشيا حزب الله العراق انذكرت أكثر من مرة من أكثر من متصل بحوادث متفرقة اعتقال واستيلاء على أراضي وغيرها وإطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء اللي ألقى القبض عليهم الكاظمي وبعدين طلعتهم محكمة الحشد براءة وغيرها من وطبعا مستولين على جرف الصخر جرف الصخر ممنوع أهلها من العودة إليها صار لهم 7 سنوات على يد ميليشيا حزب الله وتم إيقاف وزير الداخلية في وقتها قبل الوزير الداخلية الأسبق حتى ساعتين طبعا حتى لا يدخل جرف الصخر من قبل الميليشيات ميليشيا اسمها دا يتردد بكثرة والحكومة تسمع هذا الاسم وأكيد أكو تقارير وأكيد أكو معلومات عن نشاط هذه الميليشيات لكن كلها وعود بحصر السلاح وإيقاف العنف
كل وعود لكن لا تنفيذ. نرجع لموضوعنا مشاهدينا الكرام، مصادرة الأراضي الزراعية. طبعا السيد أبو سعد من عمرية الفلوجة تحدث عن، يقول حسب الأرقام 5 عشائر 300,000 دونم زراعي تابعة لعشائر في قضاء عمرية الفلوجة جنب منشأة التصنيع العسكري، أكثر من 6,000 عائلة كما يقول تم استيلاء على أراضيهم من قبل ميليشيا حزب الله. نتواصل ويا المسؤولين ما يعطونا جواب. مسؤولي المحافظات المنكوبة أو خلينا نقول مسؤولي المناطق السنية، ذولا شنو رد فعلهم؟ شنو تصرفهم؟ يريدون اليوم العراقي اللي مهجر واللي مطحون اليوم بسبب الميليشيات والدولة يروح ينتخبهم. طيب ايش قدمتوا له على مدى 18 عام من حكمكم؟ انتم موجودين بالبرلمان، موجودين بالوزارات، ما الذي قدمتوه للمواطن اليوم حتى تحموه من هذه الميليشيات اللي تسيطر على ممتلكاته، وحتى تحموه من الدولة وفساد الأجهزة الأمنية اللي أيضا تروح تستولي على الأراضي تحت حجج وذرائع كثيرة؟ سيد صباح من بغداد تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لهذا التغيير الديمغرافي يعني بالعراق، يعني مو بس جرف الصخر، نعم، ولا حاليا هسه مشكلة اللي موجودة بحزام بغداد وديالة تم تهجير القرى السنية بالكامل. نعم. عندك بالموصل على كركوك، الحويجة، صلاح الدين، كل نعم. المناطق حتى بالأنبار، كل المناطق السنية تم تهجير أهلها، بعض المناطق طبعا نعم. اللي هم يريدوها توزعت هاي المناطق إلى قواطع مثل حزب الله هو المسؤول على هذا القاطع. نعم. او العصائب مسؤولين او سرايا السلام او بدر، دول يتقاسمهم كل المحافظات والمناطق السنيه انه هو مسؤوليته هذا القاطع. طيب. وتم تهجير اهلهم. واكو ملاحظه جدا مهمه فضل. وهي للتهجير، وهي الحاسبات. أي. الحاسبات والمخبر السري من يخلوا لك الاف مؤلفه بل وصلت الى ملايين من ابناء السنه سواء بالنظام السابق او الموجودين حاليا او أي. بالمعارضه او كانوا يعملون تحت رايه الفصائل المجاهده باستثناء ارهاب القاعده وارهاب داعش. نعم. فكلهم وضعهم يعني اكثر من 2,000,000 شخص بالحاسبات، نظام بايسز يسمونه، بالمطارات وبالمنافذ الحدوديه وبالسيطرات الداخليه، ناس مطلوبين من فئه معينه يعني نعم. يعني طائفيه مقصوده على طرف مهم بالحكومه العراقيه هم السنه. نعم. فالاستيلاء على الأراضي أو وضع الأسماء بالحاسبات مطلوبين ويتهجرون، بالطبع كلهم تتهجر إلى أربيل وإلى عمان وإلى تركيا وإلى الإمارات. سيد صباح، إذا ما يجوك بهذه الخطة أو بهاي الطريقة، يجوك بطريقة أخرى مثل الطريقة مال اللطيفية، الدولة سيطرت عليها تحت حجة أنه إحنا دريد نبني مساكن، نبني عمارات سكنية ومجمعات سكنية، يعني تخريب واستهداف للزراعة العراقية بشكل مباشر طبعا، لأنه المحافظات اللي مستهدفة بالتغيير الديمغرافي وتجريف البساتين ديالة ونينوى ومدينة كركوك في محافظة التأميم ومناطق حزام بغداد، مناطق زراعية بشكل كبير جدا ومهمة. هو هذا يصب في مصلحة إيران، يعني نعم. الميليشيات الولائية جاي تعمل على تخريب الاقتصاد والزراعة في العراق في سبيل إيران تبقى المنفذ الوحيد للتجارة في والتبادل التجاري معها. فعيد منه العيد الميليشيات الطائفية والحشد الشعبي. فمصطفى نعم. الكاظم إن كان مدير جهاز مخابرات يعرف ذولي كلهم جاي يصرفون وعنده معلومات دقيقة جدا. وين العد؟ وين؟ عنده معلومات دقيقة وين؟ ما يقدر يصادم، لأن هي هسه القانون ماكو قانون، والحشد هو القانون، هو القانون وهو فوق القانون، وما حد يقدر يصادم به، حتى السياسيين السنة اللي احنا مع الأسف هواي ناس انتخبوهم، السياسيين السنة ما حد يقدر يفتح حلقه ويحكي، حتى حادثة العامرية اللي قبل شوية ذكرتها نعم. او جرف الصخر او كركوك او ديالة او موصل او حزام بغداد الطارمية، ما حد نعم. يقدر من سياسية السنة ان يصادم ويا منو، يصادم ويا الجهة هي نفسها. ليش موجودين بالحكم العاد؟ ليش موجودين؟ ليش موجودين للفائدة المادية فقط والمكاسب المادية فقط، هم نعم. ما جايين يخدمون بلد، لا السنة السياسيين ولا الشيعة السياسيين، جايين لغاية واحدة، اللي يخرب واللي يستفاد ماديا، ولا شنو انجازاتهم من 2003 نعم. لحد الان؟
كسياسي السنة أو الشيعة أو الأكراد، ما عندهم أي إنجازات. دولة واقفة عن العطاء وواقفة عن تقديم الخدمات للمواطن، أبسط الخدمات للمواطن ما قادرين يوفروها. لا حتى هذا جائحة كورونا ما وقفت، عاجزة الحكومة قامت تستجدي وتدور تبرعات باللقاحات من الصين وغيرها في سبيل يمشون أمورهم فقط. يعني هذا العراق أبو الخيرات وأبو النفط وغيره، وين الخيرات؟ لا أهل الجنوب مستفادين من عدها، ولا أهل الغربية مستفادين من عدها. منو مستفاد من عدها؟ هم بجيوبهم كلها. يعني فترة المالكي لثمان سنوات، الفترة العقيمة اللي دمرت العالم وزرع بها الطائفية ودمر المناطق ودخل داعش، ما شفنا من القضاء العراقي ان حاسب اي اي شخص مسؤول عن الحوادث اللي صارت بذيك الفتره، سقوط الموصل وغيرها، والناس المتنفذين كلهم تابعين الى احزاب، والاحزاب عندها ميليشيات. واي شخصيه سياسيه هسه يفتح حلقه ويقول جرف الصخر ونتحدى اي شخص منك من السياسي السنه انه يقدر يطب الموكب مالته الى جرف الصخر، يعرف موجود منظمه بدر وحزب الله وموجوده قواعد الحرس الثوري وما يخلون احد يدخل، حتى رئيس الوزراء ما يقدر يدخل هاي المنطقه. طيب. اللي يدخل هاي المنطقه يتم تصفيته من قبل الشعبي. سيد صباح أنا أشكرك، وصلت فكرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. عندنا السيد أبو محمد من السليمانية، تفضل. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ. أنا أشكرك وأشكر الكادر جميعا على جهودكم مع المواطنين الفقراء. الله يبارك فيك، دورنا هذا، تفضل. الله يسلمك الله يسلمك أستاذ. أستاذ أنا نازح في مخيم السليمانية. نعم. ومشارك عدة يعني برامجك يعني مشارك بيها يعني. نعم. أستاذ العزيز على ملف النازحين يعني إحنا كل حمائنا. يعني أستاذ العزيز يعني إحنا ناشئ. عفوا يعني أنت من يا محافظة يعني من يا محافظة نازح؟ محافظة صلاح الدين ناحية يثرب. نعم مهجر. نعم. أي نعم أستاذ، أنا صار لي 7 سنين مهجر. نعم. استاذ اللي اشتعلت الخيمه دي وراح يعني الجهاله فنيا يعني انحرقت تحت الخيمه الطبقة الكهرباء، يعني صار 6-7 سنين احنا جوا شادر ابيض. نعم استاذ، حتى يعني ملل صار، يعني الملل صار عندنا، يعني شغل قل. نعم يعني جوا خيمه قاعد انت وسبع نفرات من العيله. اي يعني استاذ يعني شنو هاي العيشه؟ شنو يعني صار لي 7 سنين هاي من عمري يعني بالمخيم، يعني شنو نسوي يعني؟ يعني يلا طيب انا اريد اسالك حتى اريد اسالك وانا سالك قبل، لكن اريد اسالك مره اخرى حتى اسمع الجواب منك مره اخرى لعل اللي يسمع، ليش ما تقدر ترجع لمنطقتك؟ نعم. استاذ العزيز نعم انا حاسه من الصبح اقدر ارجع. طيب ومنطقتي مفتوحه. اي أنا رجعت هسه أخذت عيالي وقراضي وكم عندي 300,000 حطيت نيابة لبوا سكنتر وذبني من البيت مالي. طيب بيتي مهدم. أي كهرباء جايين أتيولة قاصين هنا ماخذين أتيولة والمحولات والأسلاك، وإحنا أنا صرت الزمة يلا وصلت لي كهرباء أبقى رادة ماكو حد يمها، المي قوي الله يصنع. طيب ها وصلت حتى يعني أستاذ إذا أروح وأقعد ببيتي هل من هل يعني الشيء اللي يقنعك ويقنعني 7 أيام هي الكهرباء وصلتني؟ يعني انت يعني انت هسه انت هسه على المعاناة، يعني انا فاهمك، لكن الرسالة او الفكرة اللي تريد توصلها انه وضعك بالمخيم. نعم. اليوم بهذا الوضع المأساوي ارحم واحسن من انه ترجع لبيتك المتهدم. نعم طيب دور نعم الدولة، دور الدولة بمساعدتكم والوقوف معكم بال7 سنوات اللي انتم بالمخيم شلون كان؟ استاذ يعني احنا الحكومه العراقيه ما قدمت لنا اي شيء، يعني الامارات التركية كلها قدمت لنا سله غذائيه وفلوس وهذا، الا الحكومه العراقيه لم تقدم اي شيء، واني مسؤول على كلامي واني مستعد انطي اسمي. عيدها لو سمحت حتى نسمع ونسمع الغير. الامارات، دولة الامارات وتركيا ارسلت لكم مساعدات. الامارات وتركيا وباقي المناطق كلها دزت لنا مساعدات. والعراقي الحكومة المسؤولة عنك ما قدمت لك شيء. لا قسما بالذي رفع السماء بلا عمد، ما شوف مصطفى الكاظمي، مصطفى الكاظمي يعني رئيسي رئيسي شوف يجي هنا ويفوت من إمام المخيم، ما يعني يبعد أن المخيم 15 متر لو 20 متر. أي
يعني ما مر المخيم. يعني انت من فتت هسه انت مخرج نعم استاذ العزيز، يعني انت جاي توصل اصواتنا يعني اصوات الفقراء. ان شاء الله يوصل ان شاء الله. استاذ العزيز اي يعني هسه انت من تفوت من ما تقول هذول يعني نازحين من وين؟ خلا طبعا خل انا مسؤول شوف. انا مسؤول اقول خل اوقف اشوف حالهم، خل اشوف ال... نعم الوضع اللي هم بيه. اي نعم يابا تعال انت محافظه سليمانيه نعم. من جيت من يم حلبكه من تجهنا سليمانيه وبالطياره هي فاتن سبع طيارات فوق انا وفاتن سيارات أي. بس طياره صاعد بس طياره الله يعلم. يابا محافظه سليمانيه تلقاني مخيم كميه كبيره 3000 الف نسمه هذول نعم. منين؟ نعم اذا طلعوا من خارج العراق والله لا اسمع. بس انا ابن انا ابنك انا ابنك انا ابن بلدك نعم. ليش انت ليش انت على البوض 10 ما ينحرونك عليها ما تمر ليش؟ سيد ابو محمد انا اشكرك اشكرك يا سيد ابو محمد، انت دائم الاتصال وطبعا ان شاء الله تكرر الاتصالات في المستقبل. اهلا وسهلا. طبعا هذا التكرار بطرح المعاناه هو ايضا للتاكيد انه خلال الفترات الزمنيه المتباعده اللي اتصل بها السيد ابو محمد من السليمانيه وغيره اللي مواظبين على المشاركه بالبرنامج اللي ينتظرون الحلقه او البرنامج حتى يشاركون يطرحون المعاناه ويتكلمون عن اللي بداخلهم خلال هالفتره الزمنيه. تخيلوا كم مره شارك السيد ابو محمد نفس الوضع نفس المأساة، لم يقدم له اي شيء هو وكل اللي اتصلوا بينا واللي هم متصلين اغلبهم دائمين ومستمرين في البرنامج يشاركون في اغلب الوقت كلهم لما يتكلمون عن معاناة بعدها نفس المشكلة. علاء من بابل تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يسلمك رحمة الله والديك. تفضل. انا عندي مناشدة لسيد وزير العمل الشؤون الاجتماعية دكتور عادل الرشادي. نعم. انا مقدم على الرعاية من 2016. 2016 نعم. ولحد هاي الساعة اي طلعت اسمانا قال قدموا اعتراضات. طيب قدمنا اعتراضات، قدمت اعتراض باللجنة العليا بالقيم مقام مال الحلة. طيب القاضي يقول لي لين تأخرت بالاعتراض؟ صار جنسيتي ضايعة أنا، لين ما طلعت جنسية موحدة؟ يلا قدمت اعتراضي. من قدمت اعتراضي يقول لي قاضي اسمك خارج المدة، يعني اسمه خارج المدة. يقول دزينا بكم كتاب البغداد والكتاب ما جاي يوافق عليه وزير العمل عادل الركابي. يقول دز الكتاب من 25/4/2019 ولحد الآن احنا ننتظر الكتاب مالتنا يجي يصدر بنا القرار حتى يشملنا للعاطلين. ولحد هاي اللحظة يومية باكر، يومية الأحد، اثنين، ثلاثة، تعال راجع، نروح الاحد قالوا اثنين، نروح اثنين قالوا الاحد، ولحد هاي اللحظه. وانا اناشد من قناتكم الشريفه استاذ عادل الركابي او وزير العمل عادل الركابي العفو، يعني من صوت من قناتكم الشريفه انا اسمع صوتي. نعم سيد علاء انت من تروح تراجع بس اسمح لي انت من تروح تراجع تشوف حالات اخرى مثلك ربما دا تشوف اكو اخرين مثلك عندهم نفس المشكله. نعم. اكو من دا تروح هواي 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 مو بس انا مو بس انا وكلهم بعدهم منتظرين هواي اسماء منتظرين الوزير حتى يوقع. خارج المده يعني خارج المده شنو هو؟ يعني كيف تاخرت بالاعتراض ما قدمت بنفس اللحظه؟ يعني افرض واحد عنده مريض وما قدمه. نعم. واحد جنسيته ضايعه بين ما طلعت الموحده، انت تدري يمكن عندك علم بالموحده. صحيح. شهر يلا تطلع الموحده. شهرين واكثر. يلا تطلع الموحده. نعم. يلا تطلع الموحده، اقدم اعتراضي للقاضي يقول اسمه خارج المده. ولحد الان، يوميه باكر وعقبه، يوميه باكر وعقبه. نعم. سيد علاء انا اشكرك للمشاركه، نتمنى صوتك يوصل. يعني احنا منبر دائما مفتوح للجميع كل من عنده مشكله عنده فكره عنده راي يتفضل اهلا وسهلا يطرحها. نرجع لموضوعنا مشاهدينا الكرام اللي هو التغيير الديموغرافي الحاصل اليوم في العراق. عندنا وزاره الزراعه كشفت عن فسخ عقود 270 فلاح في مناطق جنوب بغداد
وشمال محافظة بابل. يعني الموضوع موضوع أيضا من جانب بقضية التغيير الديموغرافي، هناك موضوع استهداف الزراعة اليوم في العراق. المناطق المستهدفة مناطق زراعية أو فيها نسبة من الزراعة بشكل كبير، وهي تساهم بتغذية، يعني جرف الصخر مثلا تعتبر سلة غذائية موجودة في محافظة بابل وواحدة من أكبر السلال الغذائية اليوم الموجودة في العراق مستهدفة. لدينا ديالة، لدينا محافظة نينوى، لدينا مدينة كركوك، لدينا طبعا كركوك بالإضافة إلى البترول، لدينا حزام بغداد، مناطق مهمة، مناطق زراعية تستهدف بها الزراعة بعملية تجريف مستمرة للبساتين وللأراضي الزراعية فيها تحت ذرائع كثيرة. هناك مناطق تسيطر عليها الميليشيات، هناك مناطق تسيطر عليها الدولة، استولت عليها مثل اللطيفية اليوم في جنوب بغداد. عندنا السلطات الحكومية تمنح عوائل، عقود عوائل مهجرة لأشخاص آخرين، يعني العقود الأراضي والأملاك الموجودة في بعض المناطق المهجر منها أصحابها تمنح إلى أشخاص آخرين، وهنا تأتي عملية التغيير الديموغرافي، تغيير التركيبة السكانية. دائما هناك تحذيرات تأتي من تقارير دولية، من هيئات حقوقية، من تقارير من منظمات عراقية تحذر من عمليات تغيير ديموغرافي ممنهج تنفذ على يد السلطة وميليشياتها والأحزاب اليوم في العراق منذ 2003 لغاية هذه اللحظة. الهدف ربما، يعني هناك اتهامات من المتصلين ومن كثير من المتابعين، إيران هي المسؤولة بتسليط ميليشياتها في محافظات معينة في مناطق معينة ذات غالبية سكانية من طائفة معينة مستهدفون من قبل إيران ومن قبل ميليشياتها ومن قبل الدولة التي سخرت نفسها وكل ما لديها من قوة في سبيل خدمة المشروع الإيراني اليوم في العراق. هذه اتهامات مباشرة توجه من عراقيين إلى هذه السلطة أنها تسمح اليوم، يعني سمعت السيد أبو سعد من الفلوجة، عملية الفلوجة، يقول 300,000 دونم مسيطر عليها من ميليشيا حزب الله والقيادات العسكرية ما تتدخل، ما تقدر تتدخل، وهناك أراضي أخرى وهناك مناطق أخرى تعاني من عمليات تهجير، من عمليات ممنهجة بطرد السكان الأصليين ومحاولة استقدام سكان آخرين إلى هذه المناطق. تغيير التركيبة، تفتيت لهذه المناطق من الناحية الاجتماعية، تفتيت لها أيضا ربما على المستقبل قد يكون من الناحية الجغرافية. طبعا مشاهدينا الكرام، مصادر أكدت أن أكثر من 15,000 دونم زراعي بمناطق شرق مدينة اللطيفية جنوب العاصمة بغداد صودرت أو تم مصادرتها من قبل حكومة الكاظمي. هذه الأراضي عائدة لفلاحين عراقيين من عشائر الغرير والجنابيين والسعيدات، سلمتها الحكومة إلى مديرية الإسكان العسكري، وأشارت إلى أن العملية تمثل حملة جديدة للتغيير الديموغرافي في مناطق حزام بغداد وتدمير للزراعة العراقية. اليوم العراق بلد مستهلك، بلد لما يوصل لاكتفاء ذاتي بمحصول الطماطم، شفتوا الفلاحين اليوم بجنوب العراق شلون انه صناديق الطماطم، طبعا حتى في شمال العراق صناديق الطماطم كيف رميت، كيف يعني عفنت بسبب تركها واهمالها من قبل الدولة والتركيز على جلب البضاعة المستوردة من ايران ومن غير ايران، الخضروات والفاكهة والمواد الغذائية، وتترك البضاعة العراقية بأجود الأنواع وبأرخص الأثمان تترك إلى أن تفسد. اليوم في العراق للأسف هناك محاربة. طبعا المصادر تبين أيضا أن شرق اللطيفية تتعرض لعملية تهجير قسري بدافع مصادرة الأراضي الزراعية للسكان لبناء مجمعات سكنية تابعة لمنتسبي وزارة الدفاع. وهنا نسأل، ما الذي قدمته وزارة الدفاع للعراقيين؟ هل حمتهم من الميليشيات؟ لماذا وزارة الدفاع تساهم أو توافق على هكذا أمر يمس أمن المواطن، يمس حياة المواطن، يمس غذاء المواطن، يؤثر على اقتصاد البلد؟ هذه الأراضي الزراعية عندما يتم تجريفها ومصادرتها والقضاء عليها ستخسر الدولة العراقية الكثير نظرا لإهمالها لأراضي الزراعية في المستقبل البعيد. النفط شيء ما يدوم، وأسعاره لما هبطت دخلنا في معضلة كبيرة وأزمة اقتصادية خانقة. أبو عمر من بغداد تفضل. حياك الله استاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين البطلة. الله يسلمك، حياك كل هلا، تفضل. آه
حياك الله. استاذ محمد، بالنسبه موضوع المنتجين البكاتين واحجام بغداد وخصوصا الاحجام اللي جايه تقوم به يعني بدياله وكافه يعني مناطق بغداد احجامها واغراضها، هذه عمليات استاذ محمد يعني نقدر نقول عليها يعني عيب على الحكومه وعيب على سلطه الاحزاب اللي قاعده تسبب لنا شعب وانه ناسنا اذا يعني كان في زياده او في الطعميه وفي كافه مناطقنا. يعني هذه عمليات مقصوده ذلة شعبنا وتهجيرهم واخذ حقوقهم. يعني حكومه سلطه الاحزاب اللي ما قدمت للشعب العراقي ترشيخه او للعوائل اللي قاعدين اللي موجودين بقاع، هذه عمليات متقصده بافعالها من قبل هذه الميليشيات ومن قبل حكومه الكاظمي. يعني ما ممكن انه هاي الامور اللي قاعده تصير اللي بيشوفوا تاثيرها. يعني وين راحت العداله؟ وين راحوا القبر؟ سيد ابو عمر، احنا دائما العراقيين اليوم دائما بالشوارع في داخل العراق وحتى برا العراق يسالون يقولون ايش وقت الدوله راح تحجم الميليشيات، راح تسيطر على الميليشيات، تمنع اذيه الميليشيات عن العراقيين؟ هسه، وطبعا هذا الكلام مو اليوم بس، هذا الكلام من زمان، الناس هم تسال ايش وقت العراق يخلص من اذيه الحكومه، من سطوة الحكومة وفسادها، من فساد أجهزتها الأمنية. اليوم اللي دا تقوم به الميليشيات وترتكبه من انتهاكات، الدولة دا تساعد وترتكب أحيانا أفظع من ما تقوم به الميليشيات. طيب احنا اليوم العراقيين اليوم لمن يلجؤون؟ شنو الحل بالنسبة لهم حتى يخلصون حتى من الحكومة اللي هي صارت اليوم أبطش عليهم من الميليشيات، أكثر أذية عليهم من الميليشيات؟ أستاذ محمد، بالنسبة للغزو الأمريكي اللي صار على العراق، هو يتحمل كل المأساة اللي صار عندنا يعني بالعراق من 2000 لحد الآن. يعني ممكن أي دولة اللي قدمت طلب أو تكلمت يعني بدورها بأنه للشاغل قاعد يصير يمكن وطلبت من الأمم المتحدة أو من أي مثل ما يوجهها اللي يشوفون اللي بيصير بالعراق اللي قاعد يتأذى قاعد أبناءه وأهلنا ناسنا يعني يتأذون يعني شلون نقول متعمدين على أذية اخواننا واهلنا وناسنا. يعني هاي جريمه بحق الانسانيه وبحق العراقيين اجمع، لانه امريكا هي مسانده بشراب هذه الاحزاب، لان لولا امريكا الاحزاب ما قدرت انه تسوي هذه العمليات هذه تعتبر نفس الوقت. يعني يتكلمون عن الارهاب، طيب ناس ابرياء قاعدين، ناس عزل مدنيين ما عندهم اي يعني تعامل وحشيه من قبل هاي الاحزاب، يجون يعني ياخذون قطع اراضيهم، تجريف هذه الاراضي واعتقال شبابها ورجالها. طيب ابو عمر، انت اليوم عايش بالعراق، المنتجات الوطنيه العراقيه الزراعيه اليوم شنو وضعها؟ واحنا كل ما نوصل الى اكتفاء ذاتي الحكومة تحاربه، الطماطة وصلت الى العراق، وصل الى اكتفاء ذاتي بالطماطم وطبعا القمح الحنطة والشعير، الحكومة تطبب الايراني وتترك الفلاح الى ان تفسد هذه البضاعة. اليوم ليش اكون محاربة للمزارع واحنا عندنا اليوم اراضي زراعية دا تجرف ودا تهمل ودا تحارب؟ ليش؟ استاذ محمد، لانه احنا عندنا قبل السقوط تقريبا 47 الف مليون دونم من الاراضي الزراعيه اللي عندنا بالعراق، الان وصل العدد ما يقارب المناطق الزراعيه الى 15 الف دونم، يعني وصل يعني نزلت اكثر من نصف الكميه، وهاي الكميه احنا قاعد نشوفها وكل العراق بيجي محاصيل الحنطه والشعير شلون جاي يحرقوها سلطه هذه الاحزاب كل فتره الناس يدمروها. يعني عندك من مواد الخضر يعني سواء كان بالصيف او كان في الشتاء المحاصيل الزراعيه كيف تحرق وكيف تبدر، يعني بالاسواق بنقول عليها بالاسواق العامه اللي ما يخلوها تدخل وما يخلوها تبيعها. انا اشكرك يا ابو عمر، شكرا جزيلا، وصلنا الى ختام الحلقه، اعتذر منك طبعا الوقت انتهى. أشكر حضراتكم، شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.